تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن نحييكم بعد يعني فترة حلقات رمضان التي كنا نستمتع بها معكم. اليوم نعود إن شاء الله فقرات برنامجنا، نعود إلى الوضع الطبيعي يعني اللي متعودين عليه إن شاء الله من خلال برنامجنا. فكل عام وأنتم بألف خير. نبدأ فقرات برنامجنا بالدراسة التي يعني تعودنا عليها. ففي دراسة حديثة توصلت إلى أن الوظيفة المرهقة تؤثر سلبا على الرجال ويعانون بسببها من مشاكل في القلب أكثر من النساء. الأبحاث تشير إلى أن الرجال الذين يعانون من مشاكل في القلب أكثر عرضة بمعدل 6 مرات للموت المبكر إذا كان لديهم عمل مرهق، حتى إذا استمروا في الحفاظ على لياقتهم وتناولوا وجبات صحية. ولم يظهر ارتباط بين الإجهاد الوظيفي والوفاة المبكرة لدى النساء المصابات بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النمط الثاني، ما ظهر عندهم ارتباط ما بين الإجهاد الوظيفي والوفاة المبكرة. ولكن يرى العلماء أن أحد التفسيرات هو أن الرجال يكونون أكثر عرضة لانسداد الشرايين خلال حياتهم العملية من النساء اللواتي لديهن عادة فرصة أقل بكثير للتعرض لمشاكل القلب قبل انقطاع الطمث. ويقولون أن تقليل ساعات العمل ووصف علاجات للسيطرة على الإجهاد للرجال الذين يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النمط الثاني قد يساعد في تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى. كبير الباحثين البروفيسور ميكا كيفيماكي من كلية لندن الجامعية يقول العمل هو مصدر شائع للتوتر في مرحلة البلوغ، ما يؤدي إلى استجابات الإجهاد الطبيعي التي تمت برمجتها في أجسامنا منذ أجيال مضت. وأضاف أن النتائج التي توصلت إليها تعطي دليلا على وجود صلة بين الإجهاد الوظيفي وخطر الوفاة المبكرة لدى الرجال الذين يعانون من أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري. ومن غير المرجح أن يؤدي التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وحدها إلى القضاء على هذه المخاطر. إذن دراسة تستحق أن نقف عندها مستمعين الكرام. من الأمور المهمة جدا في الحياة أنك أنت تعشق ما تفعله، تعشق عملك، لأن مهما كان الضغط مهما كان التوتر إذا كنت أنت تحب شغلك وتحب الشيء اللي أنت تسويه وتنظر له بنظرة أسمى من 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 وضع يعني أحيانا في حد من الناس يعني يشوف شغله أنه هو قاعد يسوي شيء كبير. أتذكر والله يمكن قلتها قبل في حلقات سابقة ما أدري من سنة أو سنتين قصة هذاك العامل اللي كان يعني يرتب مسامير في مصنع، انزين، وهو يرتب هذه المسامير كانت ملكة بريطانيا في الهند هذا العامل، زين، مرة قالت انت شو تسوي وهي تطوف ماخذينها زيارة في ماخذينها زيارة في المصنع، قال والله انا اصنع طائرات. قالت كيف تصنع طائرات؟ ترتب مسامير. قال لا، هذه المسامير اللي أنا قاعد أرتبها
تدخل في صناعة الطائرات. فأنا واحد من الناس اللي أنا أساهم في صناعة هذه الطائرات. شوفوا الفكر اللي عنده، الفكر اللي موجود عنده أنه هو قاعد يساهم في صناعة الطائرة، وهو قاعد يرتب مسامير إذا بتشوفه بنظرة طبيعية، ولكن هو لأنه يعشق عمله ويحب عمله فينظر إلى هذا العمل بأنه قاعد يساهم بشكل كبير. نحن دائما لما نتكلم، أنت سواء كنت مدرس، دكتور، ممرض، مخرج إذاعي، مذيع، كنت منسق، شو ما كنت في الحياة، أنت عندك يعني رسالة كبيرة قاعد توجهها. حط في بالك أنك أنت قاعد تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة، شو أحسن من هذا الشرف اللي الواحد ممكن يحصله، أنه قاعد يخدم الدولة. زين، حط في بالك هذا الشيء، اذهب إلى العمل كأنك ذاهب إلى موعد غرامي. يقولون هذه خبراء البرمجة العصبية، اذهب إلى العمل كأنك ذاهب إلى موعد غرامي. زين، لما تمارس عملك، مارسه كأنك أنت يعني تسوي أحلى شيء في الحياة أو أحلى هواية عندك في الحياة قاعد تسويها. لا تأخذ أنه مجرد وظيفة، أنا قاعد أشتغل دوام وطلعت بصمت وطلعت، لا، ما بهذا المطلوب منك. المطلوب منك أنك أنت تستمتع بالعمل اللي أنت جالس تسويه. إذا ما كنت تستمتع في هذا العمل، ابحث عن عمل آخر تستمتع فيه. يعني ميرا تقول لي لازم يكون في حافز. الحافز الأكبر ميرا مو بالحافز المادي، صدقيني، ولا الراتب، ولا يعني مو حتى الحافز المعنوي، شكرا. زين، ممكن، لكن مهم جدا انك انت تشكر نفسك، انك انت تحط الحافز داخلي عندك، انت في داخلك، هذا اول شيء. وصدقني جدًا بتحصل الناس يشكرونك، تحصل ايضا حياتك قاعدة تنجح مرة ورا الثانية ورا الثالثة. يعني إن شاء الله يا رب، نحن بما أننا أول يوم دوام، خلونا نبتدي صفحة جديدة، خلونا ندخل على دوامنا ونحن مستانسين مبسوطين، وندخل إن شاء الله بروح جديدة، ونحط لنا أهداف جديدة نبغي نوصل لها. فالتغيير يبدأ بالذات. والله يبعدنا ويبعدكم إن شاء الله عن كل الأمراض. عموما أرقام التواصل معنا على 4006 للرسائل النصية، اللي حاب يشاركنا كذلك بالاتصال موجودين معاكم إن شاء الله عبر 600551414 600551414. واللي عنده أي ملاحظة، عنده أي شكوى، عنده أي اقتراح، عنده أي مداخلة، زين، ممكن أن يثري فيها البرنامج. المجال مفتوح قدامكم. برنامج البث المباشر خلص صايما الحين، نحن في صحة وسعادة. فحياكم الله مستمعينا، ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا، قبل الفاصل كنا نتحدث عن دراسة تتحدث عن ضغوط العمل تكون أكثر فتكا بالرجال من النساء. هني أبو سعيد مطرش لنا رسالة يقول كل عام وانت بخير ولفريق العمل. لا تصدق الدراسة التي تحدثت عنها، صدقني الزوجة هي السبب الأول والأخير لبهدلة شرايين الرجل. والله أبو سعيد، يعني في حد يتفق وحد يختلف معاك، لكن في النهاية يعني صدقني دائما القرارات السعيدة أنت تتخذها، والقرارات الحزينة بعد أنت تتخذها. فهو موضوع قرار بيديك أنت، تكون سعيد ولا تكون حزين. يقول لك المساعدات الإنسانية اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرضى المعسرين وغيرهم من ذوي الحالات الحرجة تمتد مظلتها من يوم لآخر. طبعا هذا بالتنسيق والتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية اللي ما تدخر أي جهد وما تدخر وسع في دعم توجهات الهيئة المبنية على تقاليد هذا المجتمع الراقي
على قيمه الأصيلة، مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، مجتمع الخير اللي من خلاله تكفل الهيئة والجمعيات والمؤسسات الشريكة علاج الكثير من المرضى، وخاصة يعني اللي عندهم الأمراض المزمنة. شهر رمضان على وجه التحديد شهر الخير، إنزين يعني تم الكثير من الإنجازات في هذا التوجه، توجه المساعدات الإنسانية، واللي بادرت به الهيئة في تقديم يد العون للكثير من المحتاجين والمعسرين، اللي يعني فوق إنه هو يكون معسر مريض وما عنده يعني تكلفة العلاج، هذه يعني قمة التعب. ولكن نحن في بلد السعادة دائما ما نسعى إلى تفريج كرب الناس قد ما نقدر. عموما مكتب الخدمات الإنسانية أو المساعدات الإنسانية في هيئة الصحة بدبي يقوم بجهود كبيرة في هذا المجال. نحن معانا رئيس المكتب الأخ العزيز سالم باللاحج في الاستوديو، ما نتكلم ومن دردش معاه حول هذه المبادرات اللي سووها، وأيضا في المستقبل شو راح يكون عندهم. نحن سعيدين جدا لما تكون معانا في الاستوديو. صباحك الله بالخير أستاذ سالم باللاحج، وكل عام وانت بخير. خير والنور يا أخي محمود، جزاكم الله خير. يعني تتولون علي وايد يعني بسرعه، ما نصبر عنك. جزاكم الله خير. ولا ظني المستمعين بعد كذلك يصبرون عنكم، لان انتم عندكم جهود يعني جزاكم الله خير. هذا شوف نوع من اليوم بديت اتكلم عن ان الواحد يروح شغله وهو يعني حاب شغله وهو مستانس من شغله، فما بالك انت تروح وقاعد تساعد الناس وقاعد تقضي حوائج الناس، فهذه قمة السعادة اللي الواحد يعني نحسدكم عليها، او ما نحسدكم نغبطكم إن عليها ان شاء الله. اول شيء خلينا نتكلم عن اخر مبادرات الهيئة ضمن مسؤولياتها المجتمعية اللي صارت في شهر رمضان الكريم. طبعا جزاك الله خير. في البداية احنا يعني في رمضان دائما نحرص أن نطلق مبادرات جديدة، يعني إن كانت للحالات المرضية وإن كانت للمجتمع بشكل عام. فخلال شهر رمضان إحنا السنة أطلقنا أكثر من مبادرة أو أكثر من برنامج حتى علاجي، على شكل برنامج متكامل. أطلقنا برنامج دعم مرضى القلب في البدايات، أطلقنا مبادرة مرضى الكلى كباكج متكامل، وأطلقنا في الفترة الأخيرة حملة أو برنامج دعم مرضى سرير الآي سي يو، وعملنا لبرنامج متكامل لمدة 10 أيام لمريض الآي سي يو، وسوينا أكثر من حملة خلال برامج الإذاعية اللي كانت خلال شهر رمضان، منها دعم مرضى الدم، وحملة يعني لجمع تبرعات لمرضى اللوكيميا ومرضى الدم، حملة تبرعات للمرضى بشكل عام في خلال شهر رمضان. كانت يعني اخترينا مبادرات أو نوعية، يعني اخترينا كشكل حملات لدعم المرضى هذه. فهي كانت مبادرات شهر رمضان، يعني بطولة كانت هاي المبادرات اللي أطلقناها. يعني ما شاء الله عليكم، يعني برنامج المساعدات غني جدا بالأرقام. إذا ما تكلمنا يعني في عندكم ما شاء الله مع مؤسسة نور دبي يعني تقريبا قيمة المساعدات اللي وفرتوها ما يقارب 1.5 مليون درهم، استفادوا منها 195 مريض. فخلنا نتكلم عن هذا البرنامج وما ندخل على البرامج الأخرى تباعا. طبعا هاي المبادرة اللي هي كانت مشتركة مع مؤسسة نور دبي للعيون على أساس دعم المرضى داخل الدولة، فأي نوع من برامج العلاجية اللي كانت أي مرض من أمراض العيون كانت من خلال التنسيق مع مكتب الخدمات الإنسانية، طبعا دراسة الحالة ومعاينتها وتحويلها على المختصين، وحسب توجيهات كانت مؤسسة نور دبي أن أي نوع من مرض العيون تتكفل به المؤسسة، وإحنا نكون يعني نشرف على الحالة من البداية لغاية إجراء العملية. يعني فكانت عدد كبير عن تعاون، هذا أثبر عن حالات عرضت على نور دبي، وتم التنسيق في مستشفى
طبعا مستشفيات الهيئة لإجراء العمليات، إن كانت عمليات حوادث أو إن كانت عمليات عيون يعني اعتلال شبكية أو قرنية أو الأمراض اللي هي تختص بالعيون بشكل عام يعني. جميل، أنا هني أبغي أشير إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية اللي قدمتها الهيئة بالتعاون مع شركاء الاستراتيجيين من بداية عام 2016 ولين اليوم أكثر من 263 مليون درهم. كم عدد المرضى اللي استفادوا منها تقريبا؟ أو تقريبا أظن 25 لا أكثر 45 تقريبا 49 ألف مريض ما شاء الله عليكم، يعني استفادوا من هذه المساعدات، وأيضا رقم في تزايد أتوقع إن شاء الله ما نوصل إلى عدد كبير، وإن شاء الله نحن ما نتمنى نوصل لهذه الأرقام تبغي الصدق سسالم، ولكن الجميل أنك أنت تساهم في يعني أنك أنت تشيل شوية من العبء اللي موجود على المريض وأهله. وشكل ما قلت خوي محمود أن أنت للمريض يعني الصدمة الأولى يقول لك عندك مرض الفلاني، والصدمة الثانية يقول لك تكلفة العلاج بتكون بهالمبلغ يعني. هاي يعني يقول صدمتين في وقت واحد، يعني تخيل هذه الصدمة الثانية ممكن تقضي عليه بعد. فهذه فسبحان الله احنا وجود البرامج هذه شالت الهم هذا، يعني الطبيب يدري بالبرامج هذه يحوله على طول على أي برنامج دوائي مثلا أمراض السرطان أو الأمراض اللي هي المكلفة، فعلى طول يحوله إذا البرنامج هذا متوفر، فأنت تشيل هم شكل ما تقول 80% من تكلفة البرنامج العلاجي ماله يعني. طيب أنتم عندكم أيضا برامج أخرى، يعني الهيئة يعني امتدت مظلات الدعم لها للمستفيدين من هذه البرامج، وما كان قبل كنتوا يعني يمكن توفرون الدواء فقط، ولكن اليوم في إجراء عمليات، في متابعة كذلك لخاصة الأمراض المزمنة إذا بتكلم. فخلنا ناخذ مثلا برنامج علاج الخير، هذه المبادرة اللي سميتوها أنقذ قلبا. أنقذ قلبا زي ما شاء الله عليكم، هني هذه المبادرة استفادوا منها 146 مريض بواقع تقريبا إذا كان العدد 4 مليون درهم. صح، فخلنا نتكلم عن هذه المبادرة. طبعا هو بالتنسيق ويا إدارة أو شعبة الذبحة الصدرية والقلب، الأخوة هناك كان عندهم يعني مبادرة واقتراح أن مريض القلب إذا عمل قسطرة وطلع يعني احتمال يرجع مرة ثانية يعني بنفس المشكلة وأزيد يعني. فكان الاقتراح أن مريض الذبحة الصدرية يكون لها باكج معين أو برنامج متكامل معين، بعد دراسة مع الأخوة في مستشفى دبي بدينا الفكرة. فحطينا احنا التصور لشو يحتاج للمريض، مريض الذبحة الصدرية المعسر طبعا، من بداية تشخيصه يعني من الطوارئ لغاية دخله عملية القسطرة ولا هذا. فوضعنا برنامج مدروس وياهم أن المريض يعمل القسطرة وعقب يدخل البرنامج أنقذ قلبا، من ضمنها يكون فيه 6 أشهر أو 4 أشهر برنامج دوائي لاستمرار علاجه مع تأهيل القلب أو التربية مع القلب، ومع أشعة وتصوير القلب مرة، ومع زيارة الدكتور حسب الحالة. فحطينا تقريبا في حدود 30,000 كتكلفة للبرنامج هذا، المريض يدخل فيها إذا طاف طبعا الليمت هذا، يعتمد على حالة المريض طبعا، بس إحنا نتكفل بال30,000 كبرنامج متكامل للمريض هذا عشان تضمن أنه يطلع من المستشفى المريض متعافى يرجع لعمله، يعني يكون يعني شكل ما تقول فرد منتج مرة ثانية بعد ما عالجته يعني. ممتاز. أيضا عندكم برامج أخرى أخوي سالم، إذا ما نتكلم عن برنامج علاج الخير، هذه مبادرة العيادة التطوعية اللي سويتوها في رمضان بعد كذلك. هي طبعا العيادة كانت العام الماضي بديناها يعني كتجربة في مستشفى لطيفة، وكانت لها برنامج أو شكل ما تقول يعني تغطية معينة للحالات السنة الجماعة بعد ما اجتمعنا وياهم حبوا أن يطورون الفكرة ونكون لها يعني يكون لها أكثر من هذا ديمومة تكون هي، وتكون يعني الخدمة تكون
من مجرد تشخيص وأدوية وعلاجية بسيطة، لا حتى وصلنا لغاية أن إذا شخصت المريضة، لأنها اختصت بأمراض النساء، إذا شخصت المريضة أن عندها تليف أو عندها أورام أو عندها إزالة رحم، وهذا فحطينا لها التصور هذا أن تكفلون بعلاجها، تكفلون بعلاجها كامل ما شاء الله يعني عليكم. فالحملة حطينا لها حتى نحن 500,000 درهم للمرحلة الجاية تتغطى الحالات إن شاء الله اللي بتكون تتحول على العيادة التطوعية. ما شاء الله، يعني لين الحين 58 مريض استفادوا من هذه المبادرة. في أيضا مبادرة عطاء وسعادة، هذه مبادرة يعني استفادوا منها 166 مريض بواقع 9,000,000 درهم وزيادة. وأنا بصحح الرقم، هو 5,000 مريض يمكن كان فيه، ما شاء الله 5,000 مريض استفادوا من عطاء وسعادة لنا الحين. طبعا أطلقت من بداية عام زايد عطاء وسعادة، طبعا كانت الفكرة من إدارة التراخيص وعرضوها علينا، احنا يعني حبينا نتبنى الفكرة يعني في عام زايد، وطورناها يعني إلى درجة أن تم زيارة المستشفيات اللي حابة تشارك، خاصة إحنا هني وجهنا للقطاع الخاص يعني، فكانت الشراكة مع مستشفيات القطاع الخاص لعرضت خدماتها، وكانت حاطة تصور أن يكون قيمة البرامج هاي حدود 30,000,000 لدعم الحالات الإنسانية ومتنوعة يعني، ركزنا عليهم بيكون لهم زيارات، لهم شكل ما تقول نوع من التعاون أو التقييم لنوع الخدمات اللي هم اقترحوها، والحمد لله النتائج واضحة خلال المرحلة الأولى يعني. ممتاز. الحين السؤال اللي يدور في بال المستمعين أستاذ سالم، كيف ممكن أنهم يتواصلون معكم؟ لا قدر الله إذا كانت عندهم حالة أو أن حد من أقاربهم عنده حالة معينة ممكن يستفيد من هذه المبادرات وهذه الخدمات. هذا طبعا المستمعين ترى هذا جزء بسيط من المبادرات اللي نحن حاولنا نسلط الضوء عليها، أنتم عندكم الكثير منها، ولكن كيف الواحد ممكن يتواصل معكم؟ شكل ما قلت أنا في برامج تراها دايركت أو مباشرة من خلال المستشفيات أو من خلال حتى الطبيب يعني. نعم. الأمراض الدوائية صحيح. الغالية من خلال الطبيب هو اللي يحول، وأيضا من خلال برنامجنا بعد كذلك حولنا لكم أكثر من حالة، وأنتم ما شاء الله عليكم ما قصرتوا في بعضهم. نعم. إحنا تواصلنا وياهم وننسق وياهم. نعم. يعني في أكثر من قناة تقدر تتواصل ويا المكتبة أو من خلال الأخصائيات الاجتماعيات اللي موجودات في المستشفيات. يعني ممكن أي مريض موجود في المستشفى وصار عنده يعني ممكن البرنامج العلاجي ماله غالي أو ما يقدر يعني يغطي، على طول يتواصل إلى الأخصائية الاجتماعية وتطلب منه بعض المستندات الرسمية المطلوبة وتقييم الحالة السريعة، وممكن إحنا حتى الحالات تأخذ قرار فيها إذا كانت مكتملة الإجراءات في نفس اليوم أو خلال الأسبوع نفسه يعني. جميل، يعني إجراءات سريعة واتخاذ القرار بشكل سريع ما شاء الله عليكم في عملية دعم المرضى. طيب في رمضان كنت بسوي مبادرة مير الخير. طبعا سوينا مير الخير وسوينا افطار الصائم اللي هو الافطار والسحور، والحمد لله لغاية آخر يوم كانت التغطية موجودة. طبعا مساهمة موظفي الهيئة في التبرع الإفطار الصائم كانت يعني كانت السنة يعني مشاركتهم واضحة يعني، والحمد لله المشروع عدى يعني غطينا يعني الإحصائية، يمكن تأتينا آخر شيء آخر الشائل يعني الأسبوع هذا بالتكلفة الإجمالية والمبالغ أو العدد الحالات أو الصائمين اللي خذينا أجر من عند وياهم يعني. ما شاء الله عليكم. أنا يعني في مبادرة دائما يعني حاملها أو أبغى الناس يعرفون عنه، عندكم برنامج علاج الخير لمبادرة الأمراض النفسية. نعم. زين، وعندكم ما شاء الله صحح لي الأرقام إذا كان صح ولا غلط، 101 مرضى من المستفيدين في هذه المبادرة، وقيمتها يعني تجاوزت 150,000 درهم. فأبغى يعرفني شو سالفة الأمراض النفسية، هذه المبادرة كيف طلعت، شو سالفتها؟ طبعا أنا أوجه الشكر للأخت عاشة برقاد، لأن هي أخصائية نفسية في مستشفى راشد. طبعا كانت الفكرة على أساس أن دعم مرضى النفسية، تعرف أدوية الحالات النفسية وايد غالية أو وايد مرتفعة مع التشخيص مع الاستضافة، فنسقنا وياها برنامج متكامل لدعم الحالات النفسية
بالتحويل من خلال الأخصائية النفسية للمستشفى للمكتب الخدمات الإنسانية. أوجدنا للبرنامج يعني دعم مالي مستمر يتم تغطية المريض كامل من خلال الأدوية ومن خلال الاستضافة أو وجوده في المستشفى كتشخيص وكإقامة في المستشفى. فالأدوية بشكل عام أجهزة النفسية غالية صح. فصار إن في برنامج متكامل نفذ ويا الأخصائيات. نحن حرصنا أن يعني ندخل في أكثر من تخصص أساسا يكون في شمولية للدعم يعني. ممتاز. نحن ما نطلع فاصل سسال ومنكمل معاك إن شاء الله باجي الحوار ما نتكلم أيضا عن ضرورة مساهمة المؤسسات ورجال الأعمال في دعم هذه المبادرات. ففاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تخدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة النور دبي. كنا نتحدث عن المساعدات الإنسانية اللي قدمتها صحة دبي للمرضى المعوزين في آخر 3 سنوات. ومعنا في الاستوديو مستمر الأخ العزيز سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات أو المبادرات الإنسانية مسؤول المساعدات الإنسانية في شو اسم المكتب تغير ولا؟ والله هو إن شاء الله يكون صندوق الصحة إن شاء الله أو مكتب صندوق الصحة في الهيكل الجديد إن شاء الله. هو أصلا صار مكتب صندوق الصحة، وطبعا هذا مسؤولياته ما شاء الله تابعة إلى المدير العام معالي حميد القطامي لأنه يحرص دائما على دعم هذا المكتب وهذه الجهود. هني اسمح لي بس باخذ هذه المداخلة من أبو عبد الرحمن ومنكمل معك سالم. مرحبا أخوي عبد الرحمن، صباحك الله بالخير وكل عام طيب. الله وبركاته. يا هلا أبو عبد الرحمن، عاد سامحني أنا بطلب منك تختصر لأن الوقت قاعد يركض معنا. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أوجه شكري للضيف اللي عندك. جزاك الله خير. على الأعمال اللي يقومون فيها، وكم يسوى يوم تشوف جمعة فرحة إنسان وهو عين الدمع ويدعي لك يعني. صحيح صحيح. والله يعني وايد مناظر نشوفها في التلفزيون عقب ما يعالجونهم نشوفهم. مو بالمريض يصيح، كل الناس اللي وياه يصيحون من الفرحة. حتى المتابعين اللي يتابعون المشهد. أيوة والله يعني عشان شيء يعني ما نقدر شو نقول لهم هذا اللي وياك يعني الله يعطيهم صحة العافية. آمين يا رب. وما شاء الله عليهم كله في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير يا ابو الرحمن. شكرا شكرا يعني. لك الله يحفظكم يحفظ البلاد الطيبه. امين يا رب امين. والله يخلي الناس الطيبين لشرواتهم ويكثر من امثالهم ان شاء الله يا رب. ما تقصر ويكثر من امثالك يا ابو عبد الرحمن. ومن لا يشكر الله الناس لا يشكر الله. شكرا والله لك. والله يعني انت يوم تشوف البرامج هاي يعني انت بروحك تصيح، انت بروحك تدمع عينك يوم تشوف الاشياء اللي قدامك. مبارك الناس اللي هم عايشين في الوضع هذاك. جزاك الله خير. شكرا شكرا الله يعطيهم الصحه والعافيه. شكرا لك ابو عبد الرحمن. اذا بالفعل يعني هنالك الكثير من المساعدات اللي تقدمها الهيئه والناس ما يعرفون عنها للامانه، ولكن نحن نحاول قدر الامكان ان نروج لها في في وقت قريب. انزين الهيئه أضافت لإنجازاتها إنجاز خاص بالتقنيات العالمية فائقة المستوى، ونجحت في تزويد مواطن بساقين صناعيتين تم إنتاجها عن طريق تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي في وقت واحد، وصار في يعني مثل طفرة نوعية في مجال الأجهزة والأطراف التعويضية التقليدية. هذه حالة إنسانية كنتوا مساهمين فيها أستاذ سالم، ولكن أنا معاي عبر الهاتف دكتور محمد الرضا مناخذ لمحة سريعة عن هذه الحالة وشو اللي يميزها. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في الهيئة، صباحك الله بالخير وكل عام وانت طيب، وخبرنا عن هذه الحالة أو هذا الإنجاز دكتور محمد. وانتم السادة المستمعين بألف صحة وسعادة أخوي محمود. طبعا هذه الحالة من الحالات المعدودة في العالم اللي غامرت معنا الصراحة الأخ فهد، شخصية متميزة وبطل أولمبي في سباقات الكرسي المتحرك. وأول ما قعدنا معاه كان في تقبل بأنه يغامر معنا في هالحالة. تعرف مو بالكل اليوم متعود على الطباعة ثلاثية الأبعاد،
ولا سيما انه هو بيلبسها. والحمد لله انا ابشركم انه امس كان لي حديث معاه تقريبا كمل 4-5 ايام هو لابس الجهاز وجدا مبسوط وجدا متاقلم عليه. طيب هذه الجهاز هذا تخبرنا عنه شو صناعته وين ناويين توصلون ان شاء الله في مثل هذه الحالات؟ طبعا 40% من الجهاز تم طباعته هنا في الدوله، والحمد لله الجزء اللي تم طباعته في الدوله هو الجزئيه المعقده الصراحه، لان هي اللي يبالها كثير من الكستمايزيشن او اللي هي الملائمه لحاله خاص يعني. هي بالضبط بالضبط. اما الجزئيه المتبقيه تم طباعتها في المانيا لانها كانت جاهزه ومعتمده وعندها الكواليتي اشورنس او الاعتماد من قبل الجهاز اللي تعتمد الجوده. صحيح. فحبينا ان نتعاون مع الجهاز في المانيا بحيث ان القدم تكون لها خاصيه معينه. والحمد لله اول ما لبس فهد قال لي محمد انا احس باحساس غريب اليوم، احس باطراف قدمي اطراف صبوعي مع العلم انه ما عنده اقدام. فالحمد لله هذا الاحساس يعني عند فهد يمكن اول مره، هو عمره اليوم 25-26 سنه، فهذا الاحساس لاول مره يحس فيه. الجهاز اللي تم تقديمه له هو جهاز يمكن الاول من نوعه في العالم، حتى الشركه اللي عملته سواء في الدوله او في المانيا هم روحهم يقولون نحن يمكن اول مره نعطيها لاجهزه لمريض، وهم ايضا يبون يتقبلون يعني او يستقبلون منا شو ردود فعل فهد بعد ما لبس هذا الجهاز. الجهاز تم تصميمه بطريقة عالية جدا ودقة تقنية عالية جدا، تم استخدام الذكاء الاصطناعي في تخيل لو كان فهد عنده طرفه الحقيقي كيف بيكون شكله، وبالتالي أخذت هذه الحسابات وتم ترجمتها إلى طابعة ثلاثية الأبعاد وطباعة الشكل مثل ما شفتوا. بالضبط. أنا كنت أبغي أسألك يعني هي ما بين الموائمة ما بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات ثلاثية الأبعاد، هذه التقنيات مستقبلية نحن اليوم نشوفها على أرض الواقع في إمارة دبي. أيضا دكتور يعني كان في تعاون جميل بينكم وبين مكتب الخدمات الإنسانية كذلك في هذا المجال، بما أن الأخ سالم باللاحج معانا اليوم في الاستوديو نحن أثرنا أن يكمل معانا البرنامج ونتحدث عن هذه الحالة، حالة الأخ فهد، طبعا حالة يعني ملهمة للكثيرين، فأبغى أتكلم عن هذا الجانب قبل لا أختم معاك دكتور. طال عمرك الأخ سالم باللاحظ ما قصر ويانا وفريق عمله ويانا من أول يوم، طبعا خذلنا عمل أو جهد سنة من أول يوم قعدنا مع فهد إلي ما تم تسليم الجهاز، لأنه كان في إقناع بصراحة لفهد من أول يوم لوالدته. فهد كان مصمم أنه يطلع إلى ألمانيا لتعالج في العلاج في الخارج، كان يبغى يصير عند البروفيسور ماله يصمم له نفس القدم اللي عنده أو الساقين اللي عنده يستخدمهم مرة ثانية. فقعدنا معه مرة ومرتين وثلاث لين ما اقتنع، والحمد لله النتيجة كانت طيبة. أحب أشكر الأخ سالم شخصية صراحة على الهواء وفريق عمله بالجهد اللي قاموا بجهد مش بسيط، وإنهم غامروا وكان عندهم روح المغامرة في أنهم يستثمرون معنا في جهاز يمكن أول مرة يتم تصنيعه في العالم. طيب الآن دكتور الحالات المستقبلية يعني بعد حالة الحالة المعقدة للمريض فهد قدام شو وكيف الناس ممكن يتواصلون أو ممكن أنهم يستفيدون من هذه البرامج؟ هل بتكون عن طريق مكتب الخدمات الإنسانية وعن طريقكم ولا كيف بالضبط؟ نعم التواصل بيكون عن طريق مكتب الخدمات الإنسانية عن طريق فريق العمل اللي عند الأخ سالم اللاحج. بس هو دكتور هنا لازم نوضح مسألة التواصل، كيف أنتم تقبلون الحالات؟ لأن مو بأي حالة ممكن تقبلونها، صح هذا الكلام ولا؟ صحيح. بالتحديد لما تصير الطباعة ثلاثية الأبعاد يتم دراسة الحالة من كذا جانب، أولا وضع الحالة، وثانيا ملائمة الجهاز من الطباعة ثلاثية الأبعاد وهل بيفيد الجهاز. طبعا في حسبة معينة نعملها، في حالة الأخ فهد كانت الحسبة واضحة جدا وتوكلنا على الله بسرعة، لكن في الحالات الثانية طبعا تم دراسة حالات أخرى لكن ما كانت موائمة أو ملائمة للطباعة ثلاثية الأبعاد. فأول ما توصل الحالة عند الأخ سالم باللاحج في مكتبهم يتم تحويل الأوراق عندنا ودراسة الحالة من كذا ناحية، سواء من التقنية سواء من الحالة الطبية واستفادتها من الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي نقعد مع الحالة ونشرح لهم مدى الاستفادة.
شاكرين لك دكتور وما قصرت ويعطيكم العافية، أنتم دائما ما شاء الله من إنجاز إلى إنجاز، ويعني الحمد لله نحن في طريق المسرعات، طريق مسرعات المستقبل، لنا بصمات واضحة في هيئة الصحة في هذا المجال، فيعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب إنجازاتكم هذه دائما ما ترتبط بالعالمية إن شاء الله، ودائما ما تقومون به إن شاء الله يكون في إضافة إنجازات كثيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا يا محمود، كل عام وانت طيب. إذن أخوي سالم، يعني حتى في المساهمات نحو يعني مثل حالة مثل هذه، في تقنية عالية جدا، وأيضا استخدام الذكاء الاصطناعي مع الطباعة ثلاثية الأبعاد، استثمرت في هذه الحالة كذلك وساعدت هذه الحالة، وما شاء الله عليكم، يعني قدرتمكم أنتم تساهمون بشكل كبير في هذا المجال، فشو تعليقك على حالة فهد وهذا الإنجاز؟ طبعا حالة فهد هو من المرضى اللي كانوا يراجعون هيئة الصحة للعلاج في الخارج، يعني يمكن أكثر من 14 سنة هو يستعمل طرف صناعي، فالطرف الصناعي التقليدي اللي كان يراجع له بعد ما يعني احنا الأخ الدكتور محمد رضا كان اقترحوا في عام زايد أو في عام الخير العام الماضي أن يكون عندهم بروجكت أو ما يعني مشاركة سموها 3D الخير بالنسبة للأطراف الصناعية. فبعد ما قابلتنا ونحن بعد ما شفنا الأخ فهد كان مقدم للعلاج في الخارج، وتقابلنا وياه ويا والدته، واقترحنا على دكتور محمد أنه ممكن الحالة هاي تدخل في البرنامج هذه، وعلى أنه يقول أن هذه طبعا ما لها موازنة ولا هذا، فإحنا اقترحنا على متبرع أو داعم دائما أن فكرة إحنا عندنا بنتبنى كيس أو حالة وهذا وضعها، يعني وهي تكون يعني كابتكار جديد يعني. فسبحان الله صار الموافقة سريعة، يعني خصص المتبرع تقريبا فوق 100,000 درهم لدعم مثل هذا البرنامج. طبعا إذا تقيسه بالجهاز اللي لابسه إنه هو يمكن إحنا ما تفرق عدد يعني آلاف معينة، بس المريض موجود في البلاد، تعالج في البلاد وترب بس للجهاز في البلاد، صح. لو سار ألمانيا على الأقل شهرين بس يعني القياسات والتكاليف عالية وكذا، وما يمكن ما تعطيك نفس النتيجة اللي عطاها الجهاز هذا. فيعطيكم ألف عافية. هني يقول بوبرعي كثر الله من أمثالكم وجزاكم الله خير، خير الجزاء، ما عليكم زود والنعم وسبعة أنعام، شكرا، ويتمنى لكم الصحة والسلامة والسعادة. شكرا لك يا بوبرعي. الحين يعني نحن استاذ سالم وصلنا الى ختام البرنامج، تقريبا عندنا اقل من دقيقتين، ولكن في شيء تبغي تضيفه؟ انا في برامج كثيره والله ما تطرقت لها، ما شاء الله عليكم، يعني عندكم وايد اشياء، ما يعني امور كثيره ما تطرقت لها، لكن ابغي بس اوصل رساله ل يعني الجهات، المؤسسات اللي موجودة، رجال الأعمال اللي حابين يساهمون، وهم للأمانة أكيد الكل عند الرغبة في أن يساهم بالخير. هني يعني أعتقد الفرصة كبيرة للكثيرين أنهم هم يساهمون في تغيير حياة الناس من خلال هذا المكتب، فكيف ممكن واحد يتواصل ويتبرع ويدخل في المساهمة لهذا الجهد الكبير اللي أنتم تقومون فيه؟ هو نحن دائما نحرص حتى على مستوى الافراد بعد، خلينا هو مفتوح المجال. طبعا نحن دائما نحرص ان يعني اذا جاك تبرع كبير نحرص ان نوظفه صح، او نوظفه يعني لبرامج من البرامج هذه، بعدها بعد انتهاء من مثلا خلال 6 أشهر نرفع له تقرير ان ترى استغلينا مساهمتك في دعم هالكثر حاله مرضيه، ما شاء الله انقذنا هالكثر حاله مرضيه. فالتقرير يعني يكون واضح كل مبادراتنا تقريبا، والمتبرعين ما يدري انه هو ساهم مثلا في انقذ قلبا، بس التبرع ماله احنا وظفناه في انقذ قلبا، ونرفع له تقرير خلال فتره استغلال المبلغ هذا في دعم الحالات الانسانيه، ان بمبلغ احنا استفادينا او استفاد هالكثر عدد مرضى وهالخدمات اللي تم تقديمها له. فيعني تحصل ان تجاوب الاخوه المساهمين، ان كان جمعيات خيريه، ان كانت مؤسسات حكوميه، وان كان يعني
أشخاص أفراد عاديين يعني يقول لك أنا باي عندي زكاتي هالكثر أبغى أغطي لي يعني عدد من الحالات، نختار الحالات ونرسلهم إياه ويتغطن في نفس الوقت يعني. ممتاز. في أرقام تواصل شيء ممكن نتواصلون فيه معاكم نعلن على الهواء؟ طبعا احنا مكتبنا على 04219-7406 هذا مكتبي المباشر، أو 219-7-4-7-4 وأيضا حتى على 800-3-4-2 تطلبون مكتب الخدمات الإنسانية ويحولونكم على طول إلى الأخصائيين الموجودين عندكم اللي ممكن من خلاله يتواصلون معاكم. إذن مكتبهم كذلك موجود في مبنى المكتبة الطبية بجوار مركز الحوادث في مستشفى راشد، مكاتب من غير أبواب ما شاء الله عليكم فاتحينها للكل، أي حد يدخل حتى ما في داعي يدق الباب على طول يدخل لأنه ما في باب أصلا. فحياكم الله بمساهماتكم، وأيضا اللي عنده بعض الحالات اللي ممكن يراجعها، وأيضا برنامجنا مفتوح لكم مستمعينا لاستقبال مثل هذه الحالات. وأستاذ سالم يعني موصي إن أي حالتينا على طول نحولها ويتخذ فيها الإجراء ويدرسونها ويأخذون فيها الإجراء المناسب. أستاذ سالم اللاحج مدير صندوق الصحة صحتي؟ بعد ما أعطونا المفتاح ما أعطوكم المفتاح إن شاء الله يعطونكم صندوق الصحة. نحن شاكرين لكم هذه الجهود، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق الدائم وكل في ميزان حسناتكم. أستاذ سالم اللاحج مدير صندوق الصحة كان معنا في الاستوديو وتحدثنا عن هذه المبادرات القيمة. إذن في الختام توجه بالشكر الجزيل حق ميرا الخضري كانت معنا في التنسيق، في الإعداد يوسف سعد، وفي الإخراج المتألق دائما أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع قادمة. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.